معكم جديد مشاهدينا عبر صباح الشروق. تحية زميلنا نزار بقداوي من خلال هذا التقرير السياحة الروحية الجميلة عبر صباح الشروق. علي صحيح، ويعني بصراحة رهان صعب يا حمزة، صحيح. إنك أنت تحاول تقدم تقرير عنوانه نقاء الصوفية ونقاء صوفيا التصوف. دي مسألة صعبة، ده تحدي صعب يعني. وافتكر إلى حد كبير زميلنا يعني جسد صحيح واقع المسيد بتفاصيله الجميلة كأنشطة وكمجريات. وافتكر كمان من خلال يعني الإنشاد والمدايح اللي استمعنا لها كان في نقلة روحية، افتكر لكل المشاهدين اتمنى انها تكون اتحققت، ونحن ما ماشيين بعيد صحيح من حديثنا عن الصوفية يا حمزة. صحيح، نحن نبقى من الخارج إلى الداخل، داخل صباح صحيح. الشروق. تحية للمرشد المادح أبو ذر أبو قرون، مرحبتين، صباح الخير. وعليكم السلام، أزال الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. مرحبا بك. الله قبل يخليك. يعني إحنا حنخش فيك طوالي يا إن شيخ شاء الله، ما في بعد عليك. إذنك. قبل بدينا نتكلم أنا وحمزة عن تفاصيل يوم الجمعة عن كل واحد فينا يعني، فنحن بعد الترحيب بك ويبدأ سعادتنا إنك موجود معنا، دايرين نسألك يوم الجمعة عندك كأبو ذر وكمادح شكله عامل كيف؟ الجمعة طبعا ده زي ما بقول عيد المدح. يا سلام. أي نعم. وعيد المسلمين. عيد المدح لأنه بيختص بالليالي، يعني أنت بتمشي المناسبات بيكون في مديح بعد الصلاة العصري في المسجد. يعني الحمد لله، يعني ده جي معنا عشان كده جسدت عليك في العيد، عيد المدح. يا سلام. يا سلام. بعد المغرب طوالي بكون في حلقات الدراسة. نعم، هو أقول لك حاجة، هو قراءة الدلائل هو دائما يعني الصوفية أول مادحين عامة، يعني الجمعة ده عندهم يوم مفتوح للذكر وللمديح وللإنشاد وللقصيدة القبيش شفته من سيادنا يعقوب. يا سلام. يا سلام. يا سلام. تتابعت معانا التقرير ده، ونحن كمان دايرين الآن من داخل الاستوديو في بداية هذا الحوار نهدي لكل المشاهدين مدحة بصوتك، يا ريت تسمعنا ليه. تفضل. أنا إن شاء الله بهدي أنا دائما للإمام النابلسي عبد الغني النابلسي، بهديها لكل المستمعين إن شاء الله تنال رضا المشاهدين بإذن الله. تفضل. أنا دائما يا نورا كل مليحي بين الكناية فيك والتصريح، أبدو الهوى طورا وأكتم تارة ومدامعي تنبيك عن تبريحي. أما الحشاشة في هواك فإنني أنفختها في رغبة الترويح. أنا بين جسمي من صدودك ناحلا شغفا وقلبي بالبعاد جريح. وأضالع بالاصطبار شحيحة وجدي ودمعي فيك غير شحيح. مغل تسح ولا تشح ومدامعي مغني اللبيب به عن التوضيح. يا أيها البدر الذي لما بدا بالحسن أخرص نضغ كل فصيح، لك وجنة هي في النواظر جنة وجهنم في قلب كل طريح. وطر العيون جمال وجهك مقبلا فتضج بالتهليل والتسبيح. أحمامة الوادي قفي وترنم فعلى غرامك ظاهر الترجيح. لا الصبر للتضعيف مفتقرا ولا ذا الشوق محتاج إلى التصحيح.
هي لمعت بروغ الأبرغين وقد جرت أمطار جفن بالبكاء غريح وروى النسيم لنا أحاديث الحما عن عرفج عن ذرنب عن شيح حتى أهاج بنا الغرام فيا له في الحب من خبر رواه صحيح بالله وبالله بالله بلغ يا نسيم الريح عن شوقي وبالغ يا نسيم الريح أزأل بلطفك منيتي عني ولا تاتي بوجه للمليح قبيح طفح طفح الغرام علي حتى بالهوى صرحت في سيدنا النبي صرحت في حبي لكل صبيح وكتمته لما بدا لنواظري نور الخبا وملت للتلميح وانا الذي انا الذي يهوى المليح تعمما ابدا ومن شوقي له توشيح صلى الله وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك واكرم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. احنا يعني انت وديتنا مسافه بعيده خلاص والله جزاك الله خير. الله يكرمك. ويعني صوت شجي ويعني ما شاء الله يعني افضل ما نبدا به هذا الحوار معك شيخنا ابو در. دارين نبدا نتعرف عليه يعني زول اللي بيقدر يهدي هذه المحبه بصوت زي ده ما شاء الله بعمل متقن كده اكيد استقاها من مكان غني بالمحبه. صحيح. دارين نسألك من النشأة وقمت فيها تمسيد وعلاقتك كيف مع مشايخ الصوفية ونتكلم عن البدايات. طيب أنا النشأة أنا اسمي أبازر سعد حبيب الله من أحفاد الشيخ موسى أبو قرون ما شاء الله وأحفاد الشيخ عبد الباقي النية من قرقر. أما المدرسة التقينا من مدرسة جدنا الشيخ سعد الشيخ موسى أبو قرون دي المدرسة الابتدائية بتاعتنا واللي هي اللي خرجتنا للمديح من ضمن الكوكب اللي خرجت الشيخ عبد الله الحبير والشيخ تاج الدين الخليفة بالنقا والحاجات دي غايته هي مدارس طبعا. يا سلام. نعم جميل ابو زر. يعني دي البداية بشكل عام. احنا عايزين نجيب بالتفصيل. يعني علي هو عايز يكون مقدم برامج او مذيع عنده بداياته الخاصة به هو، لكن بتين شغفك كان الأول بالإنشاد والمديح؟ بتتذكر يعني زمان في المراحل الدراسية العمرية الأولى؟ أي نعم. مشاركتك في يعني المسابقات في الدورات؟ كانت في الأساس نحن يعني أنا أتذكر كان شاركت في الدورة المدرسية وأنا بقرأ في رابع ولا خامس أساس زمن غاية طال شاركت بتذكر بأغنية الزمن ذاك. أها. أتذكر حق السيد خليفة. يا سلام. أي يعني بعدها انتقلنا احنا كنا طبعا في جزيره بعدها انتقلنا النيل الابيض ابو قرون. الوالد اختلف معي في موضوع الغنى ده وهنا بقيت انه بديت المديح في مدرسه ابونا الشيخ سعد ما شاء الله تبارك الله. طيب تاثير قبل ما نمشي علي تاثير حوالي. الوالد برضو عليك انت بانه اقناعك من مجال الغناء وده ابداع خاص يعني وايضا مدح الحبيب المصطفى ده شيء اخر. لكن نتكلم برضو تاثير الوالد عليك انت شلت شنو من الوالد انت؟ هل الوالد برضو عنده علاقه بالبيئه الدينيه متصوفين انتم خاصه من ابو قرون؟ نعم الوالد هو ذاته خليفه لوالده وهو رجل شيخ وكاتب ما شاء الله يعني عنده ما شاء الله عنده ديوان من المديح ما شاء الله ان شاء الله والعمل الجاي ان شاء الله حيكون حق الوالد ان شاء الله باذن الله الله. طيب نحن حنواصل إن شاء الله في حوارنا ونحاول نسلط الضوء من خلال الحديث على جوانب من حياته كمان ليه علاقة بمفاهيم مرتبطة بالتصوف وأدب التصوف، ولكن خلينا كمان نهدي المشاهدين نشيد تاني أو مدحة تانية منك إن شاء الله. أنا بهدي النبي المرضي
كلمات الوالد رحمه الله عليه. نبي المرضي سيرت عجبانه وخفف الفرض بالعشر جاءنا الله أكبر. غدا أتيتك زائرا إلهي مولانا يا سميع يا حي يا سميع لدعانا نمسك الشباك ونلقى ملجان الله أكبر. بس نباه الجانا أحمد المحمود سيرت عجبانا يوم عرايا نقوم بتاج ظلانا أبشر يا قوم بالنصر جانا يوم يضحطها الأمة فرحانا والنساء الحضر النوفي الآن قالت الشفا نور عمانا والملائكة عموم به فرحان الله أكبر. قل معايز الخير الأهلها كيانه كمان الأفسح الدان وناجل المولى المولى وجانا فرحانا من خمسين بخمسة آتانا الله أكبر. يا برق يا برق في الليل لمحا عزانا ومن توالم سور النوم جافانا يا كريم يا حي يا سامع لدعانا نمسك الشباك ونلقى ملجان الله أكبر. يا برق يا برق في الليل في الليل لمحو آذانا ومن توالم سور النوم جافانا يا كريم يا حي يا سامع لدعانا ونمسك الشباك ونلقى ملجانا ملجانا الله أكبر. غدا أتيتك زائرا صلاتي عليك يا الرسول طه عد ما في الكون ميت وحياها قال سعد راجيك راجيك بها يذبح والد الحبيب في ضمن طه الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب دارين نتكلم عن جمهور المستمعين مديح، ونحن هنا بنتكلم عن نفتكر فئة بسيطة في الشعب السوداني. صحيح. ولكن لا تخلو مثلا سيارة ولا مركبة عامة ولا خاصة من شريط بتاع مديح. صحيح. لواحد من مشايخنا ومداحنا في السودان، وقد يكون عنده مواسم. نتكلم عن المولد النبوي الشريف، نتكلم عن الأيام يعني الدينية، ولكن برضو نجد إنه في مستمعين للمدايح في كل وقت في كل زمان. فكلمنا حدثنا عن مستمعي المدايح، وكلمنا عن مريدي هذا النوع من الفن. الله نديك يعني ال- 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 السودان بيختص بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني نحن عندنا زي ما بقول الشماشي هو بحب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني أكثر ناس بتسمع مديح وبتحب النبي هم السودان. يا سلام.
يعني السودان ده يعني سيدنا النبي عنده معزة خاصة عند السودانيين، وهو بيحب السودانيين لأنه الزول لو ما حباك أنت ما بتقدر تحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ما حبانا احنا ما كان حبيناه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السودانيين لأنه يعني في 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 معنى الحديث قال للصحابة شنو؟ قال لهم شنو؟ قال لهم أنتم أصحابي، لكن تحدث عن أحبابه. أي أحباب يعني نحن لم يراهم يعني. يعني هسه نحن ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن حبيناه كأننا نحن شفناه. يا سلام. ولو زل لو أنت عملت البسيط بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أبو ذر، يعني إنتاج المدايح النبوية ما سهل برضو، الواحد بقدر مسيرته في الحياة بحاول إنه يكون عنده أكبر قدر ممكن من المدايح. هل أنت يعني حريص على إنه تسجلها في ألبوم معين حتى إنه تكون مجموعة ليك أنت حتى لزمن بعيد جدا؟ وهل بتتعامل مع شيوخ بعينه ولا أنت فقط بس بتنشد لآخرون يعني؟ لا لا، المديح بيختلف من باقي الشعراء. يعني شعراء المديح أنت بتمدح لأي مدرسة خلاص، ما زي يعني نفس الغنى محدود. يعني أنت عملت مع شاعر، لو جيت مشيت غنيت غنى شاعر تاني وما استأذنت منه ممكن يعمل معك مش اشكاليه ويعمل معك مشكله، لكن المديح مفتوح. يعني انت بتشتغل لاي مدرسه، المدحه اللي انت بتعجبك اللي بتلقى نفسك فيها بتشتغلها. الهدف الاساسي هو تعظيم الحي المصطفى صلى الله عليه وسلم وابراز الجوانب الجميله فيه. يعني ناس ما بيقدر زول يمشي يشتكيك، انا ناس كان مدحت مدحه ما في زول يقدر يمشي يشتكيني يقول له القاضي شنو؟ يقول له الزول ده مدح مدحتي. يا سلام. القاضي حيقول له شنو؟ حيقول له انت قلت شنو؟ الوضوع اي زول عرف وضع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملحنة. يعني الناس خطوا لنا الوضوء، خطوا لنا المعاجز الإلهية والسناية، الحاجات دي ما حاجات أصلا في الكتاب فيه. صحيح. لكن أنت بعد تستمر يعني في الإنشاد عفوا والمديح لوقت بعيد جدا، بتكون أنت ذاتك بعد دم تلك زمام المبادر يعني. صحيح. أنك تألف، فهل حاولت برضو تألف الشعر وتمدح براك يعني؟ الحمد لله والله في الحمد لله. يعني عندي انا بتذكر مره جيت في عربيه كذي في حاجه اسمها من الاسكله وحله واغنيه. أيوه. انا قلت قام الحجيج ولا وليه بلد الرسول حله دمع الا الثياب بلا. يا سلام الحمد لله علي وزن العمل. احنا كمان دايرين يعني كمان بس نقول يمكن احنا حقيقه في كل يوم جمعه في برنامج صباح الشروق. صحيح. بنكون سعيدين وفخورين انه يكون معانا احد المداح. صحيح. ومشكوره يعني منتجتنا اماني اختنا يعني انها يعني بتحرص على هذا الموضوع لانه مهم عند المشاهد. نحن بنفتكر بشكل كبير انه صحيح. يستمع لهذه الاناشيد ولهذه المدايح في كل صباح. نحن بنشكرك والله على وجودك معنا، ودايرين برضو في ختام هذه المساحه اللي هتتجدد في القريب الله. باذن الله نستمع لمديح او مدحه نهديها للمشاهدين ان شاء الله. يلا انا ختام. ايوه ختام. انا داري اشتغل رقد عيناي. يا سلام. لانه المدحه دي انا قاعده تعجبني شديد. يا سلام. عند اخواننا اسمهم شنو هم؟ العرب. لا هم قاعدين يشتغلوا اكثر حاجه. انت بتتكلم عن هم تقريبا اسمه حمزه. حمزه نمره. ايوه. يلا القصيده دي عجباني شديد طبعا، وان شاء الله اقدر اشتغلها يعني باذن الله. زين ختامه. رقد عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا، فأتيتك لا حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، قلب بالحق تألق وبغارح راي تألق، يبكي يزعل خالقه فاتاه الوحي فأشرق، اقرأ يا محمد السلام عليك يا
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جيتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت راحي فجوار الهادي محمد يا طيبة جيتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت راحي فجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. صلي أجمل من كذا يا علي محمد. صحيح، يعني حاولنا كمان من خلالك اليوم نقدم ألوان مختلفة. صحيح. ولكن كلها تكتمي في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. تحيانا لك، شكرا جزيلا على وجودك وعلى كل الجمال اللي هديتنا له في هذا الصباح. شكرا لك. الله يكرمكم. شكرا لك.